حلقة جديدة من مطبخ آسيا وأسبوع الجبن أو الصناعات الغذائية مستمر. عملنا الحلقات اللي فاتت حاجات كتير، الحلقة دي مخصصة للبنة، اللبنة الشامية أو التركية أو اليونانية، هي اتعرفت في البلدان دي كلها. في نوعين، في نوع بيتعمل يعني خفيف بيتعمل من اللبن بس اللبن الدسم، وفي نوع بيتعمل من الزبادي، لكن هي أشهر حاجة اللبنة بتاعت الزبادي. فالنهاردة هنعمل اللبنة الكريمية الحلوة واللي بتبقى زي سبريد، وهنعمل اللبنة شانكاليش أو شانكاليش معروف جدا في الشام، واللي هي كور اللبنة اللي بتبقى منقوعة في زيت الزيتون. أول حاجة هنبتدي نعملها اللبنة الحلوة أو اللبنة العادية اللي بتتعمل من اللبن. اللبن قلنا إنه فيه مشاكل كتير في اللبن المصنع، لإنه ما بيبقاش فيه دسامة، وبيبقى عبارة ما تسألوش مني عن يعني ممكن 80% مية وشوية لبن، لأنه ده اكتشفته لما جيت أعمل الموزاريلا والعكاوي والحاجات دي، اكتشفت إن حتى لما نفحها ما بيجبنش. فعندي هنا ربع كيلو من اللبن البودرة. اللبن البودرة دايما بنضمن ان هو فيه دسامة، لان هو مسحوق وفيه كل العناصر بتاعت دسامة اللبن، فدايما في الجبن او في اللبنة نستخدمه هو. عندي هنا لتر من المية، قلنا ربع كيلو من اللبن البودرة ولتر مية. طب اللتر ده انا هدفيه على النار تدفئة. اللبنة بتمشي زي الزبادي، كأن احنا بنعمل زبادي بيتي بالظبط. لو تفتكروا حلقات رمضان عملنا الزبادي البيتي، فاللبنة بنحولها الزبادي، لانه اللبنة في الاول وفي الاخر هي زبادي خمران، فالزبادي ده بنخمره كويس، وتاني يوم بنحط له الملح ونحط له بقى المنكهات زي حبة البركة او الزعتر، بس عموما اللبنة بتكون يا سادة يا بحبة البركة. فعندي هنا اللبن، دلوقتي حصلت على لبن دسم لانه متأكدة ان هو مش مجرد مية، وهحتاج كوباية من الزبادي. الزبادي بتاع اللبنة يستحسن ما يكونش من التلاجة او ما يكونش طازة، يعني لو مثلا عندنا علبة زبادي في التلاجة بقالها 4 ايام او 5 ايام، ممكن نخليها تعدي التاريخ بتاعها بيوم او اتنين على الاكتر، لانه البكتيريا بتاعت الزبادي علميا اثبت ان هي ما بتموتش الا شهر بعد انتهاء الصلاحية بتاعت الزبادي. يعني لو الزبادي مثلا الصلاحية بتاعته انتهت يوم 15، ليه لحد يوم 15 من الشهر الجاي ممكن نصنع منه اجبان، وممكن نصنع منه حاجات كتير من غير ما البكتيريا بتاعته تبقى ضارة، بتكون نافعة بس. ودي حاجات انا ما جبتهاش من نفسي، بالعكس دي حاجات اتعمل عليها روبورتاجات في قنوات اجنبية وفي البرامج بتاعت تصنيع الاكل، لانه البرايوبيوتيك او البكتيريا النافعة اللي بتبقى في الالبان وفي الاجبان اثبت ان هي ما بتموتش بسرعه. فالزبادي كل ما كان مش طازه كل ما كان احسن في الزبادي البيتي لما نحب نعمله، لانه في ساعتها مش بنستخدمه كزبادي بس بنستخدمه كمنفحه بتدخل في اللبن. فاللبن هدفيه بسيط، يعني يوصل درجة حرارة 42. 42 يعني بدخل صباعي بحس بدفى، لانه مش درجة حرارة جسمي، بحس انه اعلى شوية من درجة جسمي او درجة حرارة جسمي. هجيب الزبادي وهنزل بيه بالشكل ده، حميت انا الكاميرا اللي قدامي، وهخلط كويس قوي بحيث انه الزبادي يدوب تماما مع اللبن، وهغطي الحلة دي وهحطها في حمام مائي، يعني هسخن مية كويس قوي مغلية واحط فيها الحلة والفها بمنديل، ويكون عندي الفرن مسخناه قبل كده وطفياه، واسيبها فيه واسيبها طول الليل لحد ما تتحول لزبادي زي ما عملنا في رمضان بالظبط. هحط الحلة دي على جنب. انا مجهزة واحدة تانية، دي الحلة اللي انا شغالة فيها اللبنة. شفتوا لسه في شوية مية بتاعت الزبادي دي، مش هتخلص منها ولا اي حاجة، بالعكس انا محتاجاها عشان تديني قوام للبنة. وهجيب شوية ملح لانه اللبنة ملحة، فانا هملحها شوية، وهحط لها حبة البركة لانه انا شخصيا بحب اللبنة بحبة البركة، وهجيبها هنا هخلط كويس قوي. شفتوا بقى ده القوام بتاع الزبادي بعد ما بيجبن،
لكن انا بدل ما اخليه زبادي زودت له الملح وزودت له شويه حبه البركه عشان تبقى معايا لبنه اهي. عايزه ادوقها، جميله جدا، ده الطعم الرائع بتاع اللبنه، يعني مفيش احلى من كده، من شويه مكونات وشويه حاجات بسيطه جدا قدرنا نعمل يعني حبه لبنه حلوين. خلوني اغرفها مثلا هنا، يعني ممكن زي ما قلت تحطوا زعتر، بس هي اشهر حاجه اللبنه اللي بحبه البركه. اهو بالشكل ده، هديها شوية حبة بركة على الوش. ممكن كمان تقدموا معاها زيت زيتون، يعني أنا شخصيا بحب اللبنة قوي بزيت الزيتون. دي كانت اللبنة البيتي اللي احنا حضرناها، ممكن اللي فاضل ده تعملوا منه كمان قوالب لبنة، هوريكم شكلها ازاي. عارفين انتوا المصفى الصغيرة دي اللي بتبقى بتاعت الجبنة يعني بالشكل ده، والمصافي بتاعت البيت، ممكن نجيب شاش ونحضر بيه الشاش بتاع الأجبان. أنا ده ما بيخطاش البيت عندي، يعني بيبقى حاجة لطيفة خالص وبيتغسل وكل حاجة. ممكن نحطه بالشكل ده ونحط شوية حبة البركة وشوية زعتر تحت على أساس إنه يديها طعم وريحة حلوة، ونجيب بقى شوية اللبنة اللي فاضلين دول عشان تاخد شكل الشاش او شكل المصفى بتاعتنا، مش الشاش، الشاش ده هيخليني اعرف اطلعها من المصفى بسهولة. واعمل قالب لبنة احسن من الجاهزة، يعني مفيش اسهل من كده. افكركم انه اللبنه قلنا سهله جدا، كل اللي احتاجته منا ربع كيلو من اللبن البودره، واحتاجت مننا لتر من الميه، والميه يستحسن تكون متفلتره عشان تبقى كويسه. ودفيناهم، بعد ما دفيوا حطينا معاهم كوبايه من الزبادي، والزبادي ده قلنا يستحسن ان هو يكون متخمر شويه او قديم شويه مش طازه. بعد ما عملناها سبناها في حمام مائي زي ما نكون بنعمل زبادي بالظبط، حمام مائي سخن كده، ومغطيين الحلة ولفيناها بمنديل كويس. المنديل ده او سبناها في فرن مولع مسخن مسبقا ومطفي، سبناها فيه طول الليل لحد ما مسكت نفسها وعملت زي الزبادي. المية بتاعتها اللي على الوش دي محبوبة، ما ترموهاش بالعكس. فلما تاني يوم زودنا لها شوية ملح وحبة البركة، وقلنا ممكن تسيبوها سادة لو عايزين، وعملنا منها اللبنة البيتي زي ما انتوا شايفين، دي للعيش والحاجات دي، او لو عايزين تحفظوها على شكل قوالب ممكن تبقى بالشكل ده وتحطوها في التلاجة، بتبقى لطيفة وجميلة خالص. هحط القالب ده هنا على جنب، او حتى ممكن نخليها في القالب لانه لسه ما جمدتش، فنخليها في التلاجة ماسكة شكلها وكل حاجة تبقى تمام التمام. دي كانت وصفتنا للبنة او اللبنة الحلوة. الفاصل الثاني، لما هنطلع فاصل وهنرجع بعد الفاصل كده نعمل مع بعض الشنكليش. والشنكليش ده نوع من انواع اللبنة برضو، او اللبنة الاصلية بس من الزبادي. هنطلع فاصل ونرجع نتكلم في الشنكليش، اشوفكم بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل. افكركم انه الحلقه النهارده خاصه باللبنه البيتي. عملنا في الاول اللبنه البيتي وقلنا ازاي دوبنا 250 جرام من اللبن البودره مش السكر، وعملنا معاه لتر من الميه المفلتره، خفقناهم مع بعض وسخناهم على درجه حراره 32 او 42 سوري، يعني دفيان اكتر من حراره الجسم. لما دفي دوبنا فيه كوبايه من الزبادي، وسبنا الحله دي ترتاح في ميه سخنه حمام مائي طول الليل في فرن متسخن مسبقا ومطفي لحد ما تحولت لزبادي.
تاني يوم حطينا لها الملح وحطينا لها حبة البركة وقدمناها مع شوية زيت زيتون، قلنا هي دي اللبنة الحلوة. النهاردة أو دلوقتي هنشتغل في الفصل الثاني على الشنكليش. الشنكليش يعتبر كريات من اللبنة، كور كده بتتحط في زيت زيتون، بتبقى منكهة بالزعتر أو بحبة البركة أو بالسماق. عندي هنا الزبادي، يعني مثلا لو حابين نعمل 5 برطمانات من الشنكليش كل واحد بنكهة، بنستخدم 5 كيلو من الزبادي. 5 كيلو من الزبادي بنجيب شاش، كل كيلو او كل كيلو ونص بنعلقه في شاش بالشكل ده، ونسيب الشاش ده متعلق. الحركة الحلوة اللي بعملها لما باجي اعلق انا الزبادي ان انا بربطه في معلقة خشب وبعلقه في الجاج او اللي هو الشفشق بتاع قمر الدين والحاجات اللي بنستخدمها في رمضان دي، بعلقه فيه وبسيبه كده ينزل في الشفشق المية بتاعته طول الليل. الزبادي عامة بتاع اللبنة بياخد 3 ايام، بمعدل انه كل كيلو زبادي بيقعد 2 يوم هو بينزل في المية بتاعته لحد ما بيتحول لعجينة بالشكل ده. هنفتح مع بعض، ده انا محضراه قبل كده لكن حبيت اوريكم بس انه الزبادي في الاول ده بيبقى شكله، شوفوا هو بيبقى يعني خاطر ازاي. بعد ما بنصفيه من كل السوائل وبنعلقه 3 ايام اللي قلنا عليها دي، وطبعا في مكان دافئ، بيبقى ده شكله، يعني كل السوائل بتاعته راحت. هشيل انا بقى الحلة دي اغطيها، ملهاش لازمة عشان حرام حرام، حطها في الشاش بقى واظبطها. ده بيبقى شكل الزبادي بعد ما يتشال منه كل السوائل، يعني بيبقى كي زي العجينه كده. هجيب منديل مطبخ او شاش او whatever، لانه لسه هحتاج ان هو يطلع لي من الزبادي شويه الميه اللي بتفضل فيه. وهجيب زيت الزيتون، يعني مفروض برطمانات بس انا جايبه هنا شفاشه عشان اوريكم الدنيا ماشيه ازاي. لكن هحضر مثلا زيت زيتون كده، مش قوي كده عشان نسيت ان انا هحط كور اللبنة، فممكن تفور يعني شوية كده. وهبتدي يعني اخد شوية، وايدينا طبعا مغسولين وكل حاجة، هبتدي اخد الزبادي بالشكل ده واكوره على شكل كور. لو حسيتوا انه الزبادي لسه فيه شوية مية ممكن تحطوه على منديل المطبخ ينزل مية زيادة. لو لكن انا مثلا هنا حطيته فترة طويلة فنشف تقريبا من المية، هاخده مثلا وعديه في حبة البركة بالشكل ده، او ممكن اعجن حبة البركة معاه زي ما تحبوا اهو، واحطه في زيت الزيتون. اعمل تاني، ممكن احط حتى حبة البركة في دي، انه عندي واحدة تانية هعملها سادة بالزعتر. يلا خلونا نلعب مع بعض، مش هنخسر حاجة. ويستحسن كرات اللبنة دي ما نملحهاش، او لو حابين ملحوها، بس انا ما بحبش املحها عشان استخدمها زي ما انا عايزة في الاكل او في كل حاجة، سلطات بقى تتقدم، يعني كله بيبقى لطيف جدا في كرات اللبنة دي اهو. ووسيلة الحفظ الوحيدة بتاعت اللبنة هي زيت الزيتون. قلنا نجيب زبادي، زبادي كامل الدسم، حاجة محترمة وحلوة، وبعد كده نحطه في الشاش. الشاش ده نعلقه في معلقة خشب، بمعدل كل كيلو في قطعة شاش نعلقه في معلقة خشب، والمعلقة الخشب دي نحطها يعني من فوق كده بتاع شفشه، ونسيبه طول الليل او يعني مدة 2 يوم، كل كيلو بياخد 2 يوم لحد ما ينزل كل المية بتاعته والزبادي يتخمر ويبقى حلو. بعد كده بيسهل علينا ان احنا نكوره بالشكل ده كور متساوية، وننكهه بحبة البركة او الزعتر او السماق زي ما انتوا عايزين، ونحطه. لازم الزيت يغطيه، هغسل ايدي عشان احط الزيت. وقلنا الوسيله بتاعت حفظ الزبادي او اللبنه او كرات الشنكليش هي زيت زيتون، ولازم تكون مغطيه البرطمان. احسن حاجه ان انتوا تعملوها في برطمان، لكن انا حطيتها في شفشق عشان خاطر تشوفوا الشكل بتاعها عامل ازاي. اهي ديكور اللبنه او الشنكليش،
شوفوا شكلها بيبقى حلو ازاي. هبتدي اشتغل في النكهة التانية واللي هي الشنكليش. الشنكليش بالزعتر، ناخد ده مثلا نركنه على جنب لانه ده عملناه بالحبة البركة. ممكن سادة، ممكن بالزعتر، ممكن بالسماء، ممكن بالسمسم، كلها حاجات يعني. انا اتعلمت الشنكليش من صديقة برضو، انا كل الاجبان علموهم لي صحابي. صديقة فلسطينية غزاوية هي اللي علمتني ازاي اعمل اللبنة، تعرفت عليها في الامارات، وبصراحة يعني كل وصفاتها متخرش المية. مش عارفة انا في ناس شوية يعني هم اللي مفروض يجوا يعملوا برامج الطبخ مش احنا. فهجيب برضو الزيت ده وابتدي اخد الزبادي ده واخد الزعتر. زعتر طبعا اختاروا زعتر او اوريجانو يكون من النوعية الممتازة اهو، وهديها كده واحطها في الزيت منتهى الروعة. شفتوا كل حاجة ممكن تتعمل في البيت، المهم بس شوية جرأة، شوية صبر، شوية بال طويل. الحاجة يعني اليوم بيعدي بيعدي، فبدل ما يعدي تعدي يومين واحنا ما بنعملش حاجة، تعدي يومين واحنا مستنيين الزبادي ينزل ميته. و15 دقيقة في المطبخ هتكوني كورتي 5 برطمانات بتاعة شنكليش، تاخديهم احلى على الفطار، تهدي بيهم جارتك، تاخديهم لمامتك وانت رايحة لها او لحماتك، يعني حاجات كتير قوي. وصدقوني الحاجات البسيطة دي اللي بتبقى معمولة في البيت بيبقى ليها الوقع الطيب في الهدايا لما بناخدها لحد، لانه بيحس ان انت تعبتي وقفتي وكلفتي عشان تجيبي له حاجة ملهاش حل. كانت حلقتنا النهاردة عن اللبنة، اعيد للمرة الدش اليون ان احنا عملنا لبنة حلوة، عملناها من اللبن البودرة واللي هو اللبن المجفف 1/4 كيلو، عملنا معاه لتر من المية المفلترة وغليناه، مش غليناه قوي بس دفيناه لدرجة حرارة 42، يعني اكتر من حرارة الجسم بشوية، دفى بسيط. بعد كده زودنا له كوباية من الزبادي، الكوباية دي رحنا مخلطينها كويس قوي لحد ما دابت في اللبن، وحطيناه في حمام مائي. الحمام المائي ده سخن، وسبناه في فرن مسخن وطفيناه، وبعدين سبناها طول الليل لحد ما تحولت لزبادي زي زبادي رمضان. الزبادي ده رحنا مزودين له شوية ملح، بعد ما زودنا له الملح رحنا حاطين له، قلنا ممكن نسيبه ساده او نحط له منكهات زي حبه البركه او الزعتر، وبعدين حطيناه زي ما انتم شايفين. ممكن تقدموه مع زيت الزيتون والعيش السخن، ممكن تستخدموه في المناقيش وكل الوصفات بتاعه اللبنه. الجزء الثاني من الحلقه عملنا فيه الشنكليش. الشنكليش هم كور اللبنه اللي انتم شايفينهم قدامي دلوقتي، كانت عباره عن كور من مكون واحد واللي هو الزبادي. كل اللي عملناه ان احنا خدناه حطيناه في شاش، الشاش ده بعد ما حطينا فيه الزبادي ربطناه في، خلوني اوريكم، بنربطه مثلا كده في العصاية دي، بعد كده بندخله في دورة او شفشق وبنعلقه طول الليل لمدة 2 يوم ينزل كل المية بتاعته. لما بينشف بيتحول لمزيج كريمي بالشكل ده. المزيج ده يا اما بننكهه بحبة البركة او الزعتر او السماء او حتى السمسم، وبنكوره على شكل كور صغيرة بتتحفت في الزيت. دي كانت كور الشنكليش للنهاردة، يا رب حلقة اللبنة تكون نالت اعجابكم. الايام اللي جاية لسه عندنا وصفات تانية حلوة كتير، اسبوع الجبل لسه مخلصش. اتمنى ان انتوا تبعتولي كل وصفاتكم وتطبيقاتكم وافكاركم، ويعني مش بس حابة اعرف ان هي نجحت معاكم، حابة كمان ان انتوا تقولولي عملتوا اضافات وجربتوا وعملتوا وعملتوا وسويتوا. الأسبوع لسه مخلصش، أشوفكوا الحلقة الجاية وحلقات أحلى وأحلى من المطبخ.